بوعدك اني ما عيدة وعلى طول رح اسمع كلامك. ما بدي اخي السلطان يعرف باللي صار. الله يخليكي. اخوك السلطان ما رح يعرف مصطفى لانه ما عاد موجود. الله يرحمه، اخوك انتقل لرحمة ربه. كيف؟ أخي أحمد، توفى؟ من اليوم ورايح لازم ما بقى تخاف من أي حدا بالدنيا كلها مصطفى. بكرة أنت رح تصير سلطان الدولة، حتحكم كلهم، كل الناس رح تخاف منك، كل الناس يا قلبي. أنت رح تصير السلطان. أنتم متأكدين أنه أخي السلطان مات؟ بجوز مو صحيح. لا حبيبي مصطفى، وحياتك مزبوط. قبل كام سنة قلتولي نفس الحكي، والسلطانة صفية كانت رح تطالعني على العرش، بس إجا أخي وقف هالشي وحبسني بالقصر. لسه متذكر هداك اليوم؟ كنت وقتها كتير صغير. هلأ بيكونوا عم بيغسلوا جسمانه، وبعدين رح تطلع اللجنازة من الحرم لك، وبعدها مباشرة رح تبدأ سلطنتك. بس هلأ لازم تشرب دواك مصطفى. داود باشا حكيتي معه؟ حكيته، ما رح يبعد عنه أبدا. مرقت من هالطريق قبل هالمرة، تتذكر؟ بس للأسف كانت نهايتك فظيعة. الطفولة خلص انتهت، انت معك أمير، انت رح تصير سلطان. دستور مولانا السلطان مصطفى خان المعظم. السلطان احمد بن سعد الرئيس حضرتك. لك يا ابو غفلين يا خونه، بدي اعرف شو اللي عم يصير. جنبك. دستور مولانا السلطان مصطفى خان. Thank you.
بشكر الله وبحمده لأني عشت لحتى أشوف هاللحظة هاي. إن شاء الله تنتهي مراسم التتويج على خير. خايفة ليصير شي مشكلة معه، الله يمطيه على خير. اهدي السلطانة، رح بتمر إن شاء الله. خدعة يا سمو الأمير. لا تصدقوه، عم يكذبوا عليكم. السلطان أحمد لساته عايش، لا تنخدعوه. هدول خونة، لا تصدقوا كلامهم. لا تبايعوا الأمير مصطفى يا رجال، لا تكونوا خونة مثلهم. ليش عم يساوي مصطفى؟ دخيلك يا ربي دخيلك. افتحوه مولاي، بترجاك افتحوه افتحوه. يعني انتو ما شربتوا الدواء؟ اي شيء اكيد انه شربنا، بس وجود الناس بهالكتر هو اللي خوف. مولاي بكفي، مولاي من بعد اذنك. مولاي اخي مصطفى، مولاي لو سمحت. قلتلك يا سلطانة انه فيكي توثقي بداود باشا. غريب. إن شاء الله مبروك يا حليمة، صرتي أنت هلأ السلطانة الأم. بتمنى أنه تعرفي قيمة هالمنصب وتتصرفي على هاد الأساس.
أنا عرفان هالشي قسم، لا تاكلي هم، رح أعمل كل شي بيتوجب عليّ.